اليوم وككل عدد نتطرق إلى موضوع يهم الكثير منا، موضوع الميراث بالتفصيل. نحاول نشرح بعض القضايا مثل الفريضة، نقل الملكية، حقوق الورثة، ونعطوا نصايح ممكن تفيدنا جميعا. اليوم نستضيف الأستاذ بلقاسم تومي، موثق من مدينة القليعة. عندما تحدث الوفاة مباشرة يعني تنتقل الحقوق إلى الورثة، لأنه المتوفي لدفاع تموت الشخصية القانونية تاعو، غير يتوفى مباشرة الحقوق تنتقل. لكن عمليا وإجرائيا فيه يعني إجراءات الواجب اتباعها قانونا. أول إجراء سي عقد الفريضة، الموثق كيحضر لعقد الفريضة هذه يكفيه حضور أحد الورثة بعد الفريضة، اللي هو سيتان دوكيمون ستاندار، استدل هو الأساس تاني. نروحوا نسألوا إذا كان المورث نتاعهم هذا عنده عقارات ولا لا، لازم لك تدلوا بالشهادة التوثيقية ونقل الملكية كما تنص على ذلك المادة 91 منصوم 76-63. الهبة على كل حال مذكورة في قانون الأسرة، مم الوصية الهبة أنك تمتشي بدون عوض، يعني بلا ما يعطيك درهم. والوصية أنك توصي الشيء إلى ما بعد الموت،